إقامة مركز بحثي علمي أكاديمي ضمن مؤسسة الإسكان العسكرية، وأعداد كبير من الأبحاث المشتركة ستكون، وبعض الدراسات وبعض أبحاث الماجستير والدكتوراه. سيكون هناك تعاون علمي وأكاديمي عالي إن شاء الله. طموحنا كتير كبير ليكون لذلك انعكاس كتير كبير على الواقع البناء والتشييد والعمل في هذا المجال. رح تفتح آفاق جديدة لمؤسسة الإسكان العسكري بالتعاون مع الجامعة ومع المعهد العالي لعلوم الزلازل، ونحن يمكن حتى رح نتعاون بأكثر من مجال، حتى خطط طوارئ، حتى يعني تأهيل وتدريب الكوادر بالمؤسسة. عم تفتح سبل جديدة وآفاق جديدة للتعامل العلمي والأكاديمي وإقامة مركز بحثي بيننا وبين الإسكان، بحيث عندهم مشاكل كتير هنا فنية بحاجة لناس أكاديميين يحلوا لهم إياها، إضافة لرفع كفاءات المهندسين الموجودة عندهم قديما يعني. فنحن يعني المعهد فقط ماجستير، يعني عنده برامج ماجستير ودكتوراه ودورات مهنية بترفع من سوية المهندسين الموجودين.